مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. مصر بقالها ما بين 9 إلى 10 سنين طول الوقت في مفاوضات مع أشقائنا في السودان وأثيوبيا، بنحاول إن احنا نحافظ على حصة مصر من نهر النيل، وفي نفس الوقت بنتناقش في إدارة وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. بقالنا ما بين تسع إلى عشر سنين بننادي في المحافل الدولية وفي لقاءاتنا والمفاوضات دائما، وبنقول إنه مصر تحترم جيدا حق الشعب الأثيوبي في إنه يبقى فيه عنده نهضة ويبقى عنده كهرباء ويبقى عنده تقدم في كل المجالات، ومصر عندها الاستعداد التام إنها تساعد في ده، ولكن دون الإضرار بحصة مصر في الحياة، لأن النيل يعتبر حياة. من 7000 سنة المصريين القدماء والفراعنة عايشين على نهر النيل، بالنسبة لهم هذه هي الحياة ورمز للحياة، وبدون الماء مفيش حد في الدنيا ممكن يعيش. طول الوقت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية وفي كل اللقاءات دايما يقول نحن نحترم أشقائنا في أثيوبيا وفي السودان، ونحن طول الوقت عايزين نصل إلى الاتفاق بالمفاوضات، ومصر دائما، اسمحوا لي إن أنا أقول الجملة دي وأنا قلتها قبل كده في فترة من الفترات الأشهر اللي فاتت، إن مصر عندها حكمة الصبر في تاريخها من 7000 سنة في أي مشكلة، عندها حكمة الصبر إنها توصل بالمفاوضات وبتوصل بالطرق السلمية وبالطرق الدبلوماسية لحقها. ولو حضراتكم ممكن تفتكروا يا شباب، أو يعني ممكن تكونوا درستوها، يعني هي المفاوضات على حق رجوع طابة، أرضنا طابة في سيناء، قعدنا سنين في مفاوضات. فمصر عندها حكمة الصبر في المفاوضات للوصول إلى حقها. حضراتكم حصلت مفاوضات قبل كده في السودان وفي أثيوبيا وفي مصر، ورحنا الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في رعاية اتحاد أوروبي واتحاد أفريقي، وكل ما نقول إن احنا خلاص على وشك إن احنا نوصل لاتفاق خلاص هنمضي، نلاقي فيه تعنت من الجانب الأثيوبي، ونلاقي وصلنا تاني أو رجعنا تاني لنقطة الصفر أو شبه الصفر. طيب هي مصر عايزة إيه حضراتكم؟ نوضح. مصر عايزة توقيع على اتفاق قانوني ملزم، يعني 3 دول حضراتكم يوقعوا على اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة، والاتفاق ده نحطه في مجلس الأمن و في الأمم المتحدة عشان يبقى دوكيومنت أو 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 ملف للأجيال القادمة. ده الاتفاق اللي احنا لازم نلتزم بيه، وهذا الاتفاق اللي احنا مصر دايما بتنادي بيه والسودان أيضا بتنادي بيه، هو إدارة وتشغيل سد النهضة، وفي نفس الوقت آلية فض المنازعات. خلاص جيل راح وفي جيل تاني، 7000 سنة عايشين على نهر النيل، أجيال جاية، لو حصل أي خلاف نعمل إيه؟ إيه المرجعية اللي إحنا ممكن القانونية إن إحنا نتبعها؟ طول الوقت حوالين ال3 نقط دول الجانب الأثيوبي متعنت في هذا الموضوع. إحنا وصلنا في مرحلة من المراحل إن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم، الدولة العظمى، دعت مصر والسودان وأثيوبيا وقالت لهم تعالوا، وبإشراف البنك الدولي، وتعالوا نقعد، والرئيس الأمريكي ترامب نفسه كان قاعد معاهم في قعدة من القعدات أو في جلسة من الجلسات، وخلاص وصلنا إن احنا خلاص يعني رجعوا ورايحين وجايين، مهم رجعوا خلاص رايحين الولايات المتحدة الأمريكية بكرة عشان ال3 أطراف خلاص هيمدوا. كل الأطراف راحت ما عدا الجانب الأثيوبي، ما راحش وقال لهم انا مش همضي. عشان ما اطولش، النهارده كان يوم مهم لان مصر
ملتزمه بالمسار التفاوضي، وعايزين نوصل لاتفاق احنا والسودان حاليا. فالنهارده كان في اجتماع سداسي لوزراء الخارجيه ووزراء الماء او الري للدول الثلاثه، وباشراف عدد من برضه الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي. وده هذا اللقاء جاء في اطار انه جنوب دوله جنوب افريقيا هي رئيسه الاتحاد الافريقي، فجمعت الاشقاء الثلاثه وبنحاول تاني للمره، مش عارف المره الكام بصراحه، بس للمره كتير، ان احنا برضو نحاول نوصل لاتفاق. فان شاء الله نوصل لاتفاق، وباذن الله تعالى زي ما بيقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر دائما بتقول ان احنا لا نقبل بسياسه الامر الواقع ونحترم الجميع، ومصر طول الوقت بتحترم الجميع وعايزه توصل لحل بالتفاوض وبالسلام وبالاخوه. وحتى دايما بنلاقي في السنوات اللي فاتت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما في لقاءاته مع الرؤساء ورؤساء الوزراء وكده، تحس ان هو مصر دايما بتحاول تقرب لاشقائها بالاسلوب الدبلوماسي وبالاسلوب الشيك واسلوب الطيب والاسلوب النيه الصافيه. ان شاء الله باذن الله تعالى نوصل لاتفاق يا رب. حضراتكم النهارده عندنا فقره حوالين هذا الموضوع، هيكون حضراتكم ضيفي فيها الاستاذ عصام الشيخ الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون المياه، وجوله جديده من فوضات سد النهضه برعايه افريقيه. وعندنا فقره ثانيه باذن الله تعالى عن المجمعات الصناعيه الجديده وتسهيلات الحكومه الجديده للمشروعات الصغيره والمتوسطه مع الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره. اسمحوا لي نبدا بالاخبار النهارده. الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وأكد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه، وحرص مصر على مواصلة التعاون مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة. كما أشار الرئيس إلى متابعة كافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميا ودوليا، مؤكدا مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية بالسودان في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبا بكافة الجهود لمساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية. من جانبه استعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرا في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معربا في هذا الخصوص عن تقدير بلادي للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة. كما أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. خبر الثاني، وزير الإسكان 35 مليار جنيه تم إنفاقها على المشروعات في 4 أشهر الماضية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع لمتابعة ملفات عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات العديدة التي تقوم بتنفيذها حاليا، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الإسكان في تحقيق التنمية المطلوبة، وكذا المساعدة في أحداث انتعاش اقتصادي اقتصادي انتعاش إحداث انتعاش اقتصادية وتوفير فرص العمل لملايين الشباب، مشيرا إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لمشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة التي يتم تنفيذها، وكذا مشروعات تطوير المدن القائمة وفي القلب منها تطوير القاهرة التاريخية. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروعات المختلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا، موجها بأن تكون هناك متابعة من الوزارة لكل مواقع العمل. وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم إنفاق 35 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 26/10 أكتوبر يعني 2020 لتنفيذ المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في هذه المرحلة. وزير الدفاع يتابع عمليات القضاء على العناصر الإرهابية وإجراءات عودة الحياة لطبيعتها. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك لمتابعة مراحل سير العملية العسكرية وإجراءات تأمين من مركز العمليات الدائم بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وأحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء. واستمع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى عرض قرار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الذي تضمن شرح لكافة مراحل العمليات والجهود المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها. كما استعرض كل من قائد الجيش الثاني والثالث الميداني مراحل سير العمليات في نطاق كل منهما وخططهما المستمرة لتكثيف منابع الإرهاب بالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء، كذلك النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية. البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات لم نرصد أي تجاوزات أثرت على سير الانتخابات البرلمانية. أكد رياض عيسى رئيس مؤسس متطوعون بلا حدود من لبنان واحد المتابعين الدوليين بالبعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب أن الملاحظات التي رصدها متابعو البعثة لا ترقى لأن تكون سببا في الطعن في نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية وأن ما تم رصده بمحيط اللجان الانتخابية كان ناتجا عن عدم وعي أو جهل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية. ومن ناحيته أكد أيمن عقيل المتحدث باسم البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب أن البعثة لم ترصد أي تجاوزات تتعلق بالمال السياسي أو رشاوة انتخابية أو شراء أصوات انتخابيين، لافتا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي كدليل دامغ على وجود رشاوي أو مال سياسي. التضامن. الرئيس وجه بتخصيص 1 مليار جنيه لدعم الطلاب غير القادرين. أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص 1 مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين الذي تم رفضهم في برامج الدعم النقدي، وذوي الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات والتدريب الفني ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات. وأضافت وزير التضامن الاجتماعي أن هذا التخصيص يتضمن دعم 1 مليون طالب مدرسة من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذي يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل، و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة لتمكنهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.
الصحة تحذر من الكمامات المبللة والفضفاضة والممزقة وتؤكد تنقل كورونا. حذرت وزارة الصحة من ارتداء كمامات مبللة أو ممزقة أو فضفاضة منعا لعدوى كورونا، وقالت في منشور لها اليوم: لا ترتدي كمامة ممزقة أو فضفاضة أو مبللة. وقالت وزارة الصحة: والسكان يجب إلقاء الجوانتي والكمامات في سلة مهملات بها كيس مخصص ثم إلقائها في السلة، ويجب ارتداء كمامة عند التخلص من سلة المهملات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. هيئة السكك الحديد تغريم المخالفين لقرار ارتداء الكمامة خلال استقلال القطارات. النهاردة هيئة السكك الحديد أكدت أنها ستغرم الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة خلال استقلال القطارات، وكمان هيتم تحرير محاضر ضد الركاب المخالفين بمكاتب الشرطة الموجودة بالمحطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه على الركاب بارتداء كمامات أثناء دخول المحطات أو استقلال القطارات إلى المتوفرة بشبابيك التذاكر للبيع للجمهور. وول ستريت جورنال: مصر ستكون موقعا جاذبا لاستثمارات لقاح كورونا. الحقيقة أن نجاح مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا كان محل اهتمام وتقدير وإشادة من العالم كله، كمان ده خلاها محل ثقة من دول العالم اللي بدأت تشتغل على ملف لقاح كورونا علشان نتعاون مع مصر في هذا الملف. النهاردة نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقرير قالت فيه أن مصر باتت قريبة من أن تكون بوابة الاستثمارات أجنبية ضخمة عبر تصنيع لقاحات كورونا من مختلف الشركات متعددة الجنسيات لما تتمتع به من موقع استراتيجي وتعداد سكاني مرتفع بخلاف نجاحها في تجربة علاج فيروس سي. وقال تقرير الصحيفة الأمريكية أن مصر تبرز كسوق مهمة للقوى العالمية التي تسعى إلى تصدير لقاح لفيروس كورونا، مشير إلى أن تعداد سكانها الذي يفوق 100 مليون نسمة وقدرتها على تصنيع اللقاحات وموقعها الاستراتيجي يجعلها منصة جذابة لصانعي اللقاحات الروسية والصينية والغربية. حضراتكم يعني لازم نفضل نذكر بعض طول الوقت، وخاصة يا جماعة ان احنا ابنائنا الطلاب دخلوا المدارس وابنائنا الطلاب دخلوا الجامعات، وحضراتكم رجعنا تاني بفضل الله يعني زي ما نقول بنشتغل بكل طاقتنا في المصالح الحكومية وبكل الشركات الخاصة. حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين واكيد متابعين، دول كتيرة في العالم ابتدت تغلق تاني بسبب ايه؟ بسبب الموجة التانية من فيروس كورونا. في الاول وفي الاخر احنا ما قدمناش حاجة غير ان احنا طول الوقت نرجع تاني نذكر بعض في المولات وفي القطارات ووسائل الاتصالات وفي كل حتة، ان احنا نذكر بعض واهالينا نذكر بعض واصدقائنا نذكر بعض وزمايلنا في الشركات نذكر بعض واصحابنا هنا حتى في الاستوديو نذكر بعض ان احنا يا جماعة لازم نرجع تاني نلبس الكمامة، ودايما لازم طول الوقت نغسل ايدينا بالصابون، ونرجع تاني نهتم بان احنا يبقى فيها معانا كحول، مسكنا حاجه شفنا حاجه شلنا حاجه لازم نرجع تاني نطهر ايدينا. الموجه التانيه غالبا كل المقاييس بتقول ان احنا غالبا هتيجي تاني مصر او هترجع على مصر تاني زي ما جت في اوروبا وفي كل دول العالم. لما ابتدت بره ابتدت مثلا النهارده، مصر ابتدت بعديها بشهر شهر وشوية. فلو احنا اتبعنا هذا المنطق يبقى معناها ان احنا خلاص اوريدي هم ابتدوا في الموجة التانية. فطبعا كلنا نتمنى ان ما يبقاش عندنا موجة تانية،
ونتمنى ان احنا باذن الله تعالى نحافظ على نفسنا ونحافظ على عدد الاصابات ونحافظ على صحتنا وما يبقاش في عندنا وفيات وما يبقاش عندنا، كان نفسنا ان احنا نوصل لنقطه الصفر ان ما يبقاش عندنا حالات ولا وفيات، ولكن ما وصلنالهاش. وصلنا ان احنا تبقى تحت المية بشويه وبعدين ابتدينا نرجع تاني نرتفع واحده واحده. حاليا وصلنا ل 100 ماكسيمم 100 حاجه و70 في اليوم. مش معنى كده ان احنا مش في خطر، لا احنا في خطر ولازم ناخد بالنا. وعايزين زي ما نجحنا في الموجة الاولانية في ان احنا نبقى من اقل دول العالم في الاصابة ومن اقل دول العالم من الوفيات من فيروس كورونا، عايزين كمان ننجح، مصر تنجح تاني ان شاء الله لو لا قدر الله الموجة التانية جت، ان احنا نقدر نسيطر على هذا الموضوع وما تفتحش معانا بشكل كبير وما نوصلش للغلق تاني ونوصل لحالة الرعب اللي احنا كنا عايشين فيها في الفترة اللي فاتت. احنا مش مستحملين ان احنا نغلق تاني، ومش مستحملين ان احنا المدارس ما تروحش المدارس ولا تروح الجامعات و و و ونرجع تاني نبقى قاعدين واحساسنا النفسي مش مظبوط، نفسيتنا بتبقى مش مظبوطة ان احنا طول الوقت قاعدين في البيت. بسيطة، هنلبس الكمامة، هننظف ايدينا، هيبقى في تباعد ما بيننا وبين بعض، ونفضل نحافظ على هذا الموضوع. اخر خبر معايا النهارده هو اخر خبرين، افتتاح 19 مشروعا ثقافيا ب 11 محافظه بتكلفه 1,132,000,000 جنيه حتى يونيو 2021. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث استعرض أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة والجهود المبذولة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية الصادرة للوزارة. وأكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الثقافة في النهوض بالوعي والفكر من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات. وقالت وزيرة الثقافة أنه من المستهدف افتتاح 19 مشروعا ثقافيا في 11 محافظة بتكلفة مالية قدرها 1,132,000,000 جنيه حتى شهر يونيو 2021. آخر خبر معانا النهاردة وهو الأرصاد، غدا شبورة بأغلب الأنحاء وطقس مائل للحرارة. تتوقع آية الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. يعني مصر كلها هتبقى حر بكرة بشكل عام. يعني حضراتكم زي ما انا قلت في المقدمه، النهارده كان في لقاء سداسي لوزراء الخارجيه ووزراء المي الماء والري للدول الثلاثه السودان اثيوبيا ومصر. طبعا اللقاء ده عن طريق الفيديو كونفرنس، يعني ما راحوش في حته، يعني كله عن طريق الفيديو كونفرنس. وهنتكلم عن هذا الموضوع بعد الفاصل مع ضيفي عصام، الأستاذ عصام الشيخ الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون المياه، وجولة جديدة من مفاوضات سد النهضة برعاية أفريقية. فاصل وراجعين حالاً.